أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية. أبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية يعزي نظيره المصري بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في سيناء. قوات الجيش الوطني تتقدم نحو صنعاء وتكبد الميليشيات خسائر فادحة في نهم. قتلى وجرحى من الميليشيات في معارك مع الجيش الوطني غرب تعز والبيضاء. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عزاه فيها بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة مسجد الروضة في مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأكد رئيس الجمهورية وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة ومحاربة العناصر الإرهابية والأفكار المتطرفة، وفي كل ما تتخذه جمهورية مصر من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها. وأشار فخامة الرئيس إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء وهم في بيوت الله تؤكد بشاعة أعمال الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة ونشر الرعب والخوف في أوساط المجتمع. ودعا رئيس الجمهورية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وكافة دول العالم إلى الوقوف صفا واحدا وتقديم الدعم اللازم لمحاربة العناصر الإرهابية المتطرفة واستئصالها من جذورها والقضاء على مصادر تمويلها لتنعم شعوب العالم بالأمن والاستقرار. وعبر فخامة الرئيس في البرقية باسمه وباسم الحكومة والشعب اليمني قاطبة عن أحر تعازي وصادق المواساة للرئيس المصري والحكومة والشعب المصري الشقيق وأسر وأقارب الضحايا، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل. بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لفخامة الرئيس دارجون كوفيتش رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وقال رئيس الجمهورية في البرقية: يطيب لي باسمي وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية أن أعرب لفخامتكم عن أحر التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة، متمنيا لكم وفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديقة التقدم والازدهار. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين محمد عرب النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانية رئيس الوزراء الفريق أول بكري حسن صالح، سلمه خلالها رسالة من فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية إلى أخيها الرئيس السوداني الفريق الركن عمر البشير. وعبر فخامة الرئيس في رسالته عبر عن شكر وتقدير الشعب اليمني للسودان الشقيق قيادة وشعبا على مواقفهم الرائعة إلى جانب إخوانهم في اليمن مع باقي دول التحالف العربي المساند للشرعية لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح، مؤكدا أن ما تقدمه السودان الشقيق لليمن من دعم وتضحيات ستظل دينا يحمله الشعب اليمني لإخوانهم في السودان. إلى ذلك زار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية خلال زيارته للسودان مركز الأسور لتدريب في أم درمان بالعاصمة الخرطوم، كما قام نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومرافقوه بزيارة الجرحى اليمنيين في مشفى شرق النيل وتلمس أوضاعهم ووعد بنقل طلباتهم للجهات المعنية، كما التقى اللواء الركن حسين عرب طلاب الدارسين في الكليات والأكاديميات والجامعات السودانية من منتسبي القوات المسلحة والأمن، واستمع منهم إلى همومهم والصعاب التي تعترضهم. أكد وزير المغتربين علوي بافقي أن الحكومة الشرعية ليست بعيدة عن قضايا وهموم المغتربين
وما يعانونه في عدد من بلدان الاغتراب، وتعمل بجهد دؤوب عبر القنوات الدبلوماسية واللقاءات المباشرة على أعلى المستويات والمخاطبات الرسمية لوضع معالجات لها. وكذا بفقيه وكالة الأنباء اليمنية سبق أن فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية يتابع شخصيا وبكل حرص على المضي في معالجة هذا الموضوع بعيدا عن محاولات الضغط والتأثير والجدل والاتهامات الموجهة للحكومة الشرعية بإهمال قضايا المغتربين اليمنيين خاصة في المملكة العربية السعودية. وقال إن هذا الإيضاح هو لوضع حدا للجدل والحديث والاتهامات المتزايدة للحكومة الشرعية بالتقصير وجانب كبير منها بخلفيات وأهداف سياسية وبعضها تعاطفا مع قضية هي بكل المقاييس محورية ومهمة، فالمغتربون اليمنيون ودورهم المؤثر والحيوي في دعم التنمية والاقتصاد الوطني يتطلب كل الاهتمام. وأضاف أن فخامة رئيس الجمهورية بعث برسالة عاجلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لاستثناء المغتربين اليمنيين من القرارات الأخيرة، مؤكدا أن وزارتي الخارجية والمغتربين يركزون جهودهم على متابعة نتائج المخاطبة الرسمية لتلك القضايا بعيدا عن المهاترات والاتهامات التي لا تخدم أو تفيد الموضوع. طبعا الوزير بفقي المغتربين في السعودية بأن الحكومة الشرعية تنظر بعين الاعتبار لقضاياهم وتتحرك بجهد مستمر ودؤوب وتتطلع بثقة إلى أن تثمر هذه التحركات بنتائج عملية في القريب العاجل. ناقش اجتماع موسع لقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الوزير الدكتور ابتهاج عبد القادر الكمال برامج عمل الوزارة ومكاتبها في المحافظات خلال الفترة الماضية. وقر الاجتماع الذي ضم مستشاري الوزارة ومدراء عموم الإدارات وقيادة صندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق المعاقين تكليف الحاضرين بإعداد تقارير عن نشاط عملهم للفترة الماضية وخطة عمل العام القادم. وخلال الاجتماع أكدت الوزيرة الكمال أن سياسة الوزارة خلال الفترة القادمة يجب أن تعكس توجهات الحكومة وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بشأن تعزيز العمل المجتمعي، مستعرضة نتائج زيارتها الأخيرة إلى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في أعمال الدورة العادية 37 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. التقى وزير الصناعة والتجارة دكتور محمد الميتمي التقى مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو في مقر المنظمة في فيينا ليونغ، وتمنى الوزير الميتمي الجهود التي تبذلها اليونيدو في سبيل دعم وتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في البلدان الأقل نموا بشكل عام واليمن بشكل خاص. واستعرض حجم الأضرار الكارثية المهمولة وغير المسبوقة في عصرنا الراهن التي تسبب فيها الانقلاب المشؤوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية والذي دمر البنية الأساسية ومزق النسيج الاجتماعي في اليمن. وأكد الميتمي أن الحكومة تولي أهمية مطلقة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وتعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي على إعادة تطبيع الأوضاع خاصة في المناطق المحررة التي استقرت فيها الأوضاع الأمنية، وبما يكفل إعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية والصناعية. وطلب وزير الصناعة من المدير العام لمنظمة اليونيدو بإعداد برنامج وطني لليمن برؤية شاملة تعمل على تضمين التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة كركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد اليمني في المرحلة القادمة. وأكد مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو أنه سيبذل كل الجهود اللازمة لإعادة تفعيل نشاط المنظمة في اليمن، وأنه سيوجه المكتب العربي في المنظمة للبدء في إعداد برنامج وطني شامل لليمن ضمن ولاية منظمة اليونيدو. قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة أن إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لليمن في شهر أبريل 2015 وحتى شهر أكتوبر 2017 بلغت نحو 8.27 مليار دولار أمريكي. وأضاف في معرض حديثه خلال اجتماع رفيع المستوى للشراكة من أجل السلام الدائم في اليمن الذي شهدته العاصمة النرويجية أوسلو أن المركز نفذ 161 مشروعا في جميع مناطق اليمن عبر 86 شريكا محلي ودولي
شملت الأمن الغذائي والتغذية والإيواء والصحة والدعم المجتمعي والإصحاح البيئي وغيرها من المشروعات. وأوضح أن البرامج الموجهة للطفل والمرأة في اليمن بلغت 148 مشروع، مشيرا إلى أن المركز قدم للأطفال اليمنيين 80 مشروعا في مجالات التعليم والحماية والأمن الغذائي والصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، وكذلك تخصيص برامج للمرأة اليمنية من خلال 68 مشروعا في مجالات الحماية والتعليم والأمن الغذائي والصحة والإصحاح البيئي والتغذية. ميدانيا، حققت قوات الجيش الوطني المدعومة بمقاتلات التحالف تقدما كبيرا في جبهة نهم باتجاه صنعاء، وتمكن الجيش الوطني من تحرير مناطق استراتيجية في نهم شمال شرق صنعاء والوصول إلى مناطق محاذية لمديريات أرحب وبني حشيش وخولان واقترابها من نقيل بن غيلان في قلب جبهة نهم، وهي المناطق التي تعد مداخل رئيسية للوصول إلى قلب العاصمة صنعاء. وقالت مصادر عسكرية في الجيش الوطني إن قوات الشرعية قصفت بالمدفعية الطويلة مواقع تابعة للميليشيات الانقلابية في محيط العاصمة صنعاء. وأكدت المصادر أن مدفعية الجيش الوطني قصفت من مواقعها المتقدمة في مديرية نهم ثكنات ومواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي وصالح في مديريتي أرحب وبن حشيش ومحيط مطار صنعاء، وذلك بعد التقدم النوعي الذي أحرزته قوات الجيش خلال الأسابيع الماضية في جبهة نهم وتمركزها في مواقع حاكمة التي تشرف على مناطق واسعة في مديريات شمال محافظة صنعاء. قالت مصادر عسكرية ميدانية إن قتلى وجرحى سقطوا في معارك عنيفة متواصلة في مديرية المخا وأطراف مديرية موزع غربي محافظة تعز. وذكرت المصادر أن 8 من ميليشيات الحوثي وصالح قتلوا، وأصيب 11 آخرين وأسر ثلاثة في معارك عنيفة. وفي مدينة تعز استشهد طفل وامرأة، وأصيب آخر برصاص قناصة حوثيين. وفي جبهة شعب بمديرية طور الباحة شمالي لحج تصدت القوات الشرعية لهجوم للمتمردين بهدف استعادة مواقع خسروها خلال اليومين الماضيين، ومنها جبل الأكبوش في حيفان جنوبي تعز، كما امتدت المواجهات إلى مناطق أخرى في المقاطرة. قتل 7 عناصر من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب آخرون في مواجهات مع أبطال المقاومة الشعبية في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء. وذكرت مصادر ميدانية لسبتمبر نت بأن طقم عسكري تابع للميليشيات الانقلابية انقلب أثناء فراره من المعارك التي تخوضها الميليشيات مع المقاومة الشعبية في جبهة قيفة، مما أدى إلى مصرع 7 من الميليشيات الانقلابية بينهم أحد أخطر القناصين بمنطقة قيفة وأصيب آخرون. قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع لميليشيات الحوثي وصالح في محافظتي نهم وصنعاء. وقالت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من غارة مواقع لميليشيات في مناطق متفرقة من مديرية نهم شرقي صنعاء، كما استهدفت بغارتين موقعين لميليشيا الانقلاب في مديرية عسيلان شمال غرب شبوة. وأفادت المصادر بأن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديريتين. رأس اللواء صالح زنداني نائب رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع اجتماعا ضم رئيس هيئة العمليات اللواء ناصر برويس ورؤساء الهيئات ومدراء دوائر وقادة الألوية، وناقش الاجتماع وبحسب توجيهات الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تحضير لذكرى 50 لعيد 30 من نوفمبر عيد الجلاء. وخلال الاجتماع أشار الزنداني للأهمية التي تكتسبها هذه المناسبة لدى أبناء اليمن كافة، وطلب الجميع بالتحضير لها ضمن الفعالية التي ستقوم بتنظيمها وزارة الدفاع الاحتفالية التي ستشهد عرضا عسكريا بمناسبة والذي ستشرف عليها اللجنة العليا للاحتفالات بوزارة الدفاع. وفي الاجتماع تم تكليف اللجنة العليا للإشراف على الاستعداد والتجهيزات للبدء بالبروفات وإقامة الاستعراض العسكري. وشدد زنداني على ضرورة أن يتم التجديد من قبل قادة الوحدات العسكرية على عملية الضبط والربط العسكري، وقال أن أعداء الوطن ما زالوا يتربصون بالوطن ويجب، وأكد على ضرورة رفع درجة اليقظة والحس الأمني
ونوه زنداني على ضرورة تجديد عمليات الرقابة على الوحدات العسكرية خاصة أثناء توزيع المرتبات العسكرية في وحداتهم، وأكد على الأخوة المكلفين بتجهيز الكشوفات للمستحقين للترقيات سرعة إنجازها حتى يتم إقرار بهم القرارات الجمهورية بالترقيات. إلى سقطرى، حيث تفقد محافظ سقطرى أحمد عبد الله السقطري مبنى فرع المؤسسة العامة للاتصالات في مديرية قلنسية وعبد الكوري. وفي الزيارة التي حضرها وكيل المحافظة رائد الجريبي ومدير المديرية محمد طه، سمع المحافظ السقطري من مدير عام الاتصالات في المحافظة اسكندر محمد ثاني عن نشاط الفرع والجهود الذي يقوم بها الطاقم الهندسي للفرع في إصلاح الاختلالات الفنية التي تتعرض لها شبكة قلنسية بشكل مستمر لأسباب الرياح والأمطار، والتي أنتجت تحسنا كبير في خدمة الاتصالات في المديرية، والتي وصلت إلى عدد من مناطق المديرية رغم الظروف الاستثنائية وضعف الدعم بهذا الجانب. وأكد سقطري أن الاتصالات من أهم المؤسسات الخدمية في المحافظة، والتي تنتج خدمة أصبحت من الضروريات التي لا يستغني عنها المواطنون في حياتهم اليومية من خلال عملية التواصل، وكذا معرفة كل ما يدور حول العالم من خلال خدمة الإنترنت. لافتا حرص السلطة المحلية على دعم المؤسسة وتحسين من وضعيتها من خلال توسيع الشبكات لتشمل المحافظة بشكل عام لتسهيل عملية التواصل بين سكان المحافظة. تفقد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة عملية ترميم والعملية التعليمية في المعهد العالي للعلوم الصحية، وطلع على حجم الأضرار التي تعرض لها المعهد العالي خلال الحرب. وطفى المحافظ بأرجاء المعهد واستمع من مدير المعهد محمد مفتاح إلى شرح على الأضرار في المبنى الرئيس للمعهد ومعاملة وسكن الطلاب والطالبات وما تم إنجازه من أعمال الترميم البالغ كلفتها 48 مليونا بتمويل من السلطة المحلية. كما طفى المحافظ بالقاعات الدراسية واطلع على مستوى سير العملية التعليمية والتأهيلية في المعهد للكوادر الصحية المساعدة التي ترفد بها القطاع الصحي بالمحافظة والمحافظات الأخرى المجاورة. واستمع من مدير المعهد والطلاب إلى شرح عن العملية التعليمية والاحتياجات والتحديات أمام العملية التعليمية، أبرزها سكن الطالبات التي تجري أعمال ترميمات فيه والمواصلات للطالبات من المديريات البعيدة، حيث وعد المحافظ بمعالجتها. رافقه خلال الزيارة وكيل المحافظة دكتور عبد ربه مفتاح. دشن وكيل محافظة مأرب دكتور عبد ربه مفتاح عملية توزيع المساعدات المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر للنازحين عبر فرع الهيئة العامة للمياه مياه الريف، والتي تشمل 600 خزان مياه بلاستيكية سعة 1000 لتر و1800 قطارة لتنقية المياه، إلى جانب 8 خيام فصول دراسية. وخلال التدشين استمع الوكيل مفتاح من مدير عام فرع الهيئة العامة لمياه الريف علي هذال إلى شرح عن خطط توزيع لهذه المساعدات التي تشمل تجمعات النازحين في المناطق وادي ذنة والوابيين والروضة والضيف والمحجزة. وقد عبر الوكيل مفتاح عن شكره للجنة الصليب الدولي على هذه المساعدات للنازحين الذين يعانون في كافة مناحي الحياة والنقص من الخدمات رغم ما تقدم السلطة المحلية، وخاصة في مجال حصولهم على المياه الآمنة والكافية والصحية. حضرة تدشين ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي محمد مداغش وعلي غالب الكوكباني. دشنت منظمة كير العالمية مشروع إعادة تأهيل محطة الدرين للصرف الصحي بمديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، ويتضمن المشروع صيانة المضخات وخطوط خطوط المجاري في منطقتي عبد القوي والدرين، وكذا تصفية خزانات التجمع بالإضافة إلى توفير قطع غيار لسيارة فتح الانسدادات وأيضا لورشة المؤسسة. وضح مهندس المياه بالمنظمة عمر الشيخ أن المشروع يأتي ضمن عدد من المشاريع الذي نفذتها وتنفذها المنظمة لدعم مؤسسة المياه، منها إعادة تأهيل 4 آبار في حقل بئر أحمد المائي الواقع في مديرية البريقة، مشيرا إلى أن المنظمة وبدعم من ائتلاف الإغاثة الهولندية تركز جهودها حاليا في دعم قطاع المياه والصرف الصحي بالمحافظة عدن ضمن مشروع التدخل المشترك في اليمن المرحلة الثالثة.
زار محافظ سقطرى احمد عبد الله السقطري ومعه وكيل المحافظه رائد الجريبي ومدير عام الشباب والرياضه سعيد مالك مقر نادي ردفان الرياضي بمديريه قلنسيا وعبد الكوري، وفي الزيارة التي تتزامن مع برنامج مكتب الشباب والرياضة في النزول للأندية للتأكد من الأعمال الإدارية والفنية، أكد محافظ سقطرى لدور الرياضي الذي يتمتع به نادي ردفان على مستوى المحافظة من خلال المشاركة الإيجابية وحصاده العديد من البطولات والألقاب على مستوى المحافظة. وأشار سقطرى أن الرياضة هي تهذيب للنفس وترويضها، ومن خلالها نضمن جيلا صحي وقوي قادرا على مواكبة مختلف الظروف والتعايش مع مختلف الفئات والأجناس، باعتبار الرياضة محبة وتجمع وتعلم وصقل للقدرات. تتواصل أعمال البطولة الوطنية الأولى للأولمبياد الناشئين بالعاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة. تفاصيل أوفى في حصاد اليوم والزميل وضاح الشليلي. حصاد اليوم الرياضي للبطولة الوطنية للناشئين تواصل أعمالها لليوم الثالث، توزعت بين محافظات عدن ولحج. ففي محافظة لحج انطلقت بطولة كرة اليد في الصالة الرياضية المغطاة بمدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج ضمن منافسات كرة اليد للدورة الوطنية الأولى للألعاب الرياضية للناشئين للعام 2017 التي تقام برعاية معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري وبدعم صندوق النشء والشباب بعدن. بآخر مباراتان الأولى جمعت منتخب ناشئي حضرموت الوادي مع منتخب ناشئي أبين، وتمكن الأول من الفوز بنتيجة 15-29، فيما لعب في المباراة الثانية منتخب ناشئي حضرموت الساحل مع منتخب ناشئي لحج انتهت بنتيجة التعادل 20-20. وفي صالة الشهيد أحمد صالح الحيدري بنادي المنصورة تواصلت منافسات كرة الطائرة بإقامة مباراتان الأولى، حسم فيها منتخب ناشئ حضرموت التأهل عن المجموعة الأولى بعد فوزه صباح اليوم على منتخب ناشئ الضالع بثلاثة أشواط نظيفة. وفي المباراة الثانية التي جمعت منتخب ناشئ عدن مع منتخب ناشئ أبين للتنافس على خطف بطاقة التأهيل للبطاقة الثانية عن المجموعة الأولى، وعصر اليوم أقيمت مباراة ضمن المجموعة الأولى تحصيل حاصل جمعت منتخبي ناشئ المهرة مع منتخب ناشئ حضرموت الساحل، وبهذه النتائج يتأهل منتخب ناشئ وادي حضرموت ومنتخب ناشئ عدن إلى الدور الثاني للبطولة عن المجموعة الأولى. وغير بعيد عن البطولة تقام هذه الأيام دورات تدريبية للحكام المستجدين في رياضات مختلفة تزامنا بالتظاهرة الرياضية التي انطلقت من العاصمة عدن. ففي لعبة الكاراتيه اختتمت أعمال الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد العام للكاراتيه بإشراف مركز التأهيل والتدريب بوزارة الشباب والرياضة وبرعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري ودعم صندوق النشء. واستهدفت أكثر من 20 متدرب من الحكام المستجدين، تم فيها تكريم المشاركين بشهادات تقديرية لمشاركتهم الفائلة في هذه الدورة. الدورة خاصة بالمستجدين جميعا في 4 محافظات مستهدفة وهي عدن، لاحق، أبين، حضرموت. شارك فيها تقريبا ما يقارب أكثر من 28 حكما ومدربا على مستوى هذه المحافظات الجنوبية جميعا. المتدربون جميعا أخذوا كل المستجدات في القانون الدولي، كل المستجدات أيضا والتعديلات الجديدة في القانون التحكيم للكاراتيه. أما لعبة رياضة الجودو فقد أقيمت فعالية تكريمية برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري، نظمها الاتحاد العام للجودو بإشراف مركز التدريب والتأهيل بوزارة الشباب والرياضة وبمشاركة محافظات عدن ولحج وأبين والضالع. ألقيت فيها كلمات توجيهية للمشاركين في هذه الدورة. سعيد جدا أن أنيب قيادة وزارة الشباب والرياضة ممثلة لمعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري،
والأخ خالد صالح حسين وكيل أول وزارة الشباب والرياضة. كون هذه دورة تنظم من قبل وزارة الشباب والرياضة والاتحاد اليمني العام للجودو مواكبا للدورة الرياضية الوطنية للألعاب الرياضية وهي عددها 11 لعبة، ورياضة الجودو من ضمن الألعاب. الدورة التحكيمية ثق المدربين والمستجدين بدعا من صندوق النشأ الشباب الرياضة عدن وإشراف تدريب مركز تدريب التأهيل عدن، وينظمها الاتحاد اليمني للجودو برعاية الأستاذ نعمان شاهر رئيس الاتحادين العربي اليمني، وشكلت 20 مشاركا في الدورة مكونة من لاحق وحضرموت وعدن. واختتمت بتوزيع شهادات تكريمية للمشاركين في هذه الدورة التي ستمكنهم من التعامل مع القوانين الجديدة التي أضيفت لهذه الألعاب. في بطولة كأس رئيس الجمهورية لكرة القدم التي تحتضنها العاصمة عدن تتواصل منافسات الفرق المشاركة، ففي مباريات افتتاح الدور الثاني احتضن ملعب الفقيد العلواني بمديرية المنصورة مباراة جمعت فريقي نادي وحدة عدن ونادي الشعلة، وسط حضور جماهيري حاشد اكتظت به مدرجات الملعب وبحضور الأخوين المهندس غسان الزامكي وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع وعبد الله الفضيل وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وعدد من القيادات الرياضية. أنا سعيد جدا في أن أكون متواجد في هذه المباراة، مباراة الوحدة والشعلة، والتي تمثل لنا الكثير، يعني كونها تحمل اسم فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله. وبطبيعة الحال طبعا كرة القدم في كل مكان وزمان هي التي تطبع الحياة المدنية، والرياضة بالنسبة لنا نستشيقها ونتنفسها ونشعر من أنه حتما الحياة ستعود كما كانت في عدن وفي كل المحافظات الجنوبية وفي كل اليمن، يعني من أقصاه إلى أدناه. مباراة حماسية، تبادل الفريقان الهجمات وأضاع مهاجم الفريقين عدد من فرص التهديف ليفتتح بعدها اللاعب محمد بارويس تسجيل الهدف الأول لصالح الوحدة. تتوالى بعد ذلك الهجمات على نادي الشعلة ليعزز بعدها نادي الوحدة الهدف الثاني، وتنتهي المباراة بفوز الأخضر الوحداوي بهدفين نظيفين. طبعا اليوم بطولة كأس الرئيس دخلت منعرج مهم بالنسبة لمواضيع حسم الوصول إلى المراحل المتأخرة. اليوم مباراتي طبعا نصف نهائي، سوري مباريات ربع النهائي، قيمة اليوم مباراتين في ملعبي عدن. الحدث كبير والموعد مهم بالنسبة لنا نحن في عدن، على سنه بمعنى أنه عدن دائما اعتادت أن تكون سقف النجاحات لأنها تمتلك الكثير من مقومات التعامل المهم على الأحداث الرياضية. في المقابل خاض فريقي نادي التلال وفحمان أبين مباراة قوية ضمن بطولة الدور الثاني لكأس الرئيس احتضنه ملعب النصر بمديرية دار سعد، وسط حضور جماهيري متميز لعب الفريقان مباراة قوية انتهت بالتعادل السلبي. استطاع فيها فريق فحمان أبين التغلب على نادي التلال بضربات الترجيح والفوز بالمباراة. لقناة عدن الفضائية، وضح شليلي، عدن. كل التوفيق والنجاح لأعمال البطولة الوطنية لأولمبياد الناشئين بالعاصمة المؤقتة عدن وكل البعض المناطق المحررة ولكل الأنشطة الرياضية في وطننا الحبيب. هكذا تنتهي نشرة الأخبار، بقي أن أذكر بأهم ما جاء في النشرة من أنباء.
رئيس الجمهورية يعزي نظيره المصري بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في سيناء. قوات الجيش الوطني تتقدم نحو صنعاء وتكبد الميليشيات خسائر فادحة في نهم. قتلى وجرحى من الميليشيات في معارك مع الجيش الوطني غرب تعز والبيضاء. كان هذا كل ما لدينا في نشرة الأخبار، قدمناه لحضراتكم من قناة عدن الفضائية. دمتم بخير، إلى اللقاء.